بتكلم في عجاله كده، لكن بقول لكم تاني مش عشان مرحله ولا حاجه، انا تملي بعتب عليكم في حاجه، ان ساعات بيبقى رد الفعل على المباراه بس، وفي اوقات كتيره ما بنتكلمش على حاجات جوهريه بتحصل بشكل متكرر واحنا برضو بنسكت، وعشان كده حقنا بيضيع كتير. احنا حقنا بيضيع كتير، فاذا ما كانش برضو الاعلام يبقى برضو مساند فحفظ حقنا هيضيع بشكل متواصل. ودايما انا بقول الكلام ده، ان احنا ساعات اوقات كتير كده كل رد فعلنا بيبقى على المباراه بس، وده خطا كبير. انتوا لازم يبقى ليكوا دور، وانا مش بقول كام، لازم يبقى ليكوا دور، لان اللي احنا بنشوفه بشكل متكرر ونشوف مباراه كره القدم الافريقيه، اما انت بتقول 27 دقيقه، وانا قلت في المؤتمر قبل المباراه على تحكيم هذا الحكم تاني، نفس الحكم اللي حكم مباراه الترجي هنا بالاخطاء بتاعته وبالهدف اللي جه النهارده اللي اتاكد انه هو هدف صحيح وبيكرر الكلام ده، يبقى المفروض احنا ما يبقاش رد فعلنا على المباراه بس ولا تحليل المباراه بس، هتكلم على تحليل المباراه، لكن في قضايا تانيه ليكوا دور فيها ان انتوا لازم تتكلموا فيها. دي وجهه نظري. انا هتكلم على المباراه طبعا. المباراه طبعا من وجهه نظري في مباراه تكتيكيه، لكن واضح جدا التكتيك بتاع الترجي اللي هو على الكره الطويله وعلى الالتحامات وعلى البلوك الدفاعي وعلى اضاعه الوقت، مش اكتر من كده. ومع ذلك انا النهارده فعلا بحيي لعيبتي برغم كل المشاكل اللي البعض برضه ما بتتطرقش ليها، وفي كتير ما بتتطرقوش المشاكل اللي احنا فيها، ومع ذلك احنا الافضل والاخطر ومسيطرين طول وقت المباراه. وللاسف برضه احنا ما كانش في الكلام ده. طبعا انا لعيبتي النهارده افضل بكتير برغم كل المشاكل هجوميا وتنظيميا، وشفنا ضغطنا الترجي ازاي وفرصنا واضحه. يمكن الفرصه الوحيده اللي قدرنا نستغلها اللي هي جت جون او جت هدف، والحكم برضه كالعاده او اللاين مان، لان خلي بالكم ساعات بيبقى اللاين مان اخطر من الحكم على المباراه، زي ما كان برضه في نفس مباراه 2-2 هنا. لو عندكم اسئله اتفضلوا. لسه هنعرف يعني، لسه خارجين من الماتش دلوقتي، هنعرف ان شاء الله بكره الاصابات شكلها ايه يعني. ان شاء الله. في اسئله خاصه بالمباراه؟ طبعا كتير. لا برضه محمد مختلف شويه، لكن الاداء في الماتشين اللي فاتوا مش وحشين. انتوا بس عشان النتيجه، عشان النتيجه فيها خساره. لا احنا ما بنرضاش بالتعادل، احنا ما بنرضاش بالتعادل، ما اقولش ان احنا بنرضي بالتعادل، لكن كره القدم بيبقى فيها اوقات الكلام دوت، وفي ساعات بيبقى اسباب جوهريه للكلام دوت، اللي مش عاوز يفهمها ما يفهمهاش، لكن في اسباب طبعا صعبه جدا. مفيش فرقه يبقى عندها كم الاصابات اللي حصل ده وتبقى برضه بنفس الشكل وبنفس الاداء النهارده، فانا بحيي اللعيبه على ادائهم، وده دليل برضه ان فعلا اي حد بيبقى موجود في الملعب بيأدي بشكل ايجابي يعني. اتفضل. ثالث يا محمد الثاني ايه؟ لا طبعا طبعا، ليه حسابات كتيره جدا، ما ينفعش ان انا برضو اتهور في تغيير تجي لي اصابه يبقى انا بخدم الفرقه الثانيه ان انا العب ناقص، فليه حسابات كتيره، وبالذات اما بتشوف مؤشرات، اولا في مؤشرات منطقيه وزمنيه نهايه الموسم والضغط المباريات، فده اعتبار طبعا خطر جدا لازم احطه في اعتباري، والمباراه زي ما طلع السوليه وزي، فانا شايف قدامي فما ينفعش ابقى متهور يعني. اتفضلي. لا انا عاوز اقول لا مش اثاره، افريقيا ما بقتش كره بس، قلتها من سنه، قلتها السنه اللي فاتت، ما بقتش البطوله الافريقيه في الملعب بس، ما عنديش تعليق، انتوا بتقولوا تعليق زي ما بطلب منكم، البطوله الافريقيه ما بقتش في الملعب بس، ما عنديش تعليق تاني، البطوله الافريقيه ما بقتش في الملعب بس. تمام، شكرا. في حاجه تاني؟ شكرا شكرا. عودة.